السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا النهاردة الناس بتتداول كلها الخبر العظيم وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه في المشكلة اللي بتؤرق المصريين بقالها يمكن أسبوعين فيما يتعلق بموضوع الشهر العقاري وغيره. والرئيس وجه بتطبيق تعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية ما تقلش عن سنتين. يعني امبارح كان الحكومة بتتكلم على انها تأجل لحد اخر السنة، الرئيس تدخل وقال اقل حاجة سنتين، وقال ان خلال السنتين دول يحصل حوار مجتمعي موسع عن التعديل، وبدل من ضريبة التصرفات العقارية هتدفع قيمة ثابتة ومخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، وهتتحدد بناء على المساحة ونوع الملكية. كلام لا غبار عليه. متحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي بيقول ان المستشار عمر مروان المحترم وزير العدل اطلع الرئيس على منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية وحوكمة اصدار تراخيص البنى وازالة التعديات على املاك الدولة والتصالح على العقارات المخالفة بضوابط وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات. مستشار عمر مروان وزير العدل اطلع الرئيس كمان على نتائج نظام ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية عن بعد في منظومة تجديد الحبس الاحتياطي، والرئيس وجه بدراسة انشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الادارية الجديدة تضم مجمع مركزي للمحاكم ومركز دراسات قانونية، ويبقى فيه وحدات سكنية لموظفين الجهاز الاداري والحكومي واعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين في وزارة العدل. الحقيقة كلام محترم جدا، كلام يعني ما ينفعش نقول تلت التلاتة كان بعد منه لأسباب بسيطة جدا. الرئيس بيقول اللي الكل نادى بيه، حوار مجتمعي، والرئيس بيقول اللي الناس كلها عايزاه، نقعد ونشوف ايه ازاي بكام اجراءاتها ايه نيسرها ازاي نعملها ازاي. كل التضارب اللي حصل الفترة اللي فاتت ده اتحل بيه القرار اللي اتخذه الرئيس النهاردة، قرار في منتهى البساطة ولكن في منتهى الحيوية وجاي في وقته. تأثير ده ايه وهيحصل